السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. متابعة لآخر المستجدات وتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، فما أخبار تفرح برشا التوانسة، فما مؤشرات وأرقام تعلنها الحكومة. خليني أقول في هذا الخصوص، طبعا الأعلان على مثل هذه المؤشرات ينجم يفرح برشا. اليوم ولينا نسمع في بعض المؤشرات وبعض الخبراء الاقتصاديين اللي هما يروجوا إلى أن تونس عندها الإمكانيات اللازمة باش تحسن من الوضع الاقتصادي في البلاد. وزير السياحة اليوم محمد المعز بالحسين يقول بأنه باش يتم الإمضاء متاع زيادة في أجور عمال القطاع السياحي بين اتحاد الشغل والمؤسسات السياحية، وقال أنه هذايا باش يزيد يحسن المناخ الاجتماعي ويمثل داعم لمساعي استعادة تعافي القطاع. ويقول بأنه باش يتم تنظيم أيام مفتوحة لانتداب اليد العاملة، دونك عنا انتدابات جديدة في القطاع السياحي اللي إن شاء الله يرجع بمؤشرات جيدة في هذا الموسم. كذلك نلقاو أنه هناك يعني تم تسجيل نقص في اليد العاملة في القطاع السياحي، وباش تكون فما انتدابات في هذا الخصوص. كما زاد باش يتم تنظيم دورات تكوينية ورسكلة للعاملين في القطاع السياحي بالتعاون بين وزارة السياحة والتكوين المهني والتشغيل. نلقاو بعض المؤشرات الأخرى اللي يعلنهم من جهته النطق الرسمي باسم الحكومة. نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل، هو يشغل في نفس الوقت يعني خطة ناطق رسمي باسم الحكومة، يأكد اليوم بأنه نسبة البطالة انخفضت من 18.7% وقت تسلمت الحكومة المهام متاحة، كان هذا في أكتوبر 2021. اليوم عنا 16% حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء. ويقول بأنه أكثر من 400 مسؤول بالإدارة يساهموا في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي. خليني نرجع شوية على أرقام نسبة البطالة. نذكر وأنه تصريحات سابقة تقريبا منذ شهر وإلا شهرين للخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان شكك في أرقام المعهد الوطني للإحصاء بخصوص تراجع نسبة البطالة، بمعنى أنه تم خلق مواطن شغل. وين هالمواطن الشغل؟ في الوظيفة العمومية أو يعني ماذا بالضبط؟ هل هناك استثمارات أو غير ذلك؟ واليوم نلقاو بأنه الخبير الاقتصادي والمالي نفسه عز الدين سعيدان يقول بأنه يعني تونس قادرة على تحقيق نسب نمو هامة وهامة جدا. هذه النسب يقول تنجم توصل لستة نقاط ولا لسبعة نقاط كاملين في ظرف يعني هكا زمني محدد، ولكن زادة بتعدد المقومات. شنو عنا؟ عنا الأموال المنهوبة اللي لو كان ترجع، عنا الجباية، عنا عدة يعني مؤشرات أخرى من بينها مثلا الميزان التجاري، الاقتراض ودخول يعني الحكومات اللي فاتت كلها في سياسة الاقتراض اللي اليوم أصبح صعيب برشا باش يتم الخروج منه، أيضا الاستثمار. وهوني أكد على ضرورة الاستثمار الداخلي، عودة الاستثمار الداخلي إلى جانب الاستثمارات الخارجية، ولكن فما شرط بخصوص الاستثمارات الخارجية اللي هي تتطلب استقرار سياسي، وهذا مطلوب بالنسبة لأي مستثمر كيف يجي يبحث باش يمشي يستثمر في أي دولة. فإنه أول حاجة باش يشوف قانون الاستثمار، باش يشوف الاستقرار السياسي، باش يشوف الضمانات اللي تقدمهم تلك الدولة باش هو ينجم يستثمر فيهم، إلى جانب طبعا التسهيلات والإغراءات الجبائية والأخرى يعني اللي تنجم تقدمهم الدولة من أجل جلب الاستثمارات. نصيبي النطق رسمي باسم الحكومة يقول بأنه توجهنا إلى رؤساء المؤسسات والشركات الكبرى والجامعات المهنية وسمعنا الإشكالية متاعهم كيفاش نجموا نتجاوزوها لفتح إمكانية انتداب من جديد، يعني فما انتدابات أخرى. يقول توسطنا عند عدة إدارات ومؤسسات ووزارات وسلطة محلية باش تمكننا من رفع العراقيل، ونجحنا شيئا فشيئا في التخفيض في نسبة البطالة
بريطانيا إلى 16.3%، كان هذا في الثلث الأول من سنة 2022 يعني جانفي فيفري مارس، ثم استقرت النسبة في حدود 16% في الثلث الثاني من يعني مارس وانتي جي دونك في الستة شهور تقريبا الأولانيين، من 18.7% إلى 16%. نسبة البتالة نلقاو زادة انه نطق رسمي باسم الحكومة يقول بانه وقت يتحقق سوق الشغل نقطة نمو، فانه يجلب هدايا 15,000 موطن شغل مباشر، وكل موطن شغل مباشر يخلق 2 أو 3 مواطن شغل غير مباشرة. واليوم في تونس يقول احنا قادرين على تحقيق نمو ب 7% على مدى 4 أو 5 سنوات، وتقريبا هذا الكلام اللي يحكيه الخبير الاقتصادي والمالي عز الدين سعيدان اليوم في تحقيق نسب نمو تتراوح وتنجم توصل الى حدود 7%. بخصوص برنامج صندوق النقد الدولي والتفاوض مع الصندوق وبرنامج الحكومة، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه أول ما يطلب الصندوق وقت يبدأ يتفاوض يعني هو وأي حكومة في أي دولة، فإنه يطلب برنامج الحكومة ثم يطلب يعني نشره للرأي العام في ذلك البلد في صفحة رسمية لرئاسة الحكومة ويتم التداول فيه، ويقول لا يحق لنا اتخاذ أي قرار دون دراية الشعب، بمعنى أنه الشعب يكون على علم بكل القرارات وكل الخطوات اللي بشيتم. وهو الحقيقة تم يعني في ندوة وقت أحضر فيها تقريبا 13 وزير ومسؤول في الحكومة، ندوة كبيرة برشا، تم تقديم البرنامج هدايا ولكل وزير حكي من وجهة النظر متاعه، الأجور، الدعم، المؤسسات العمومية وغيرها من خطر. هو البرنامج يشمل برشا يعني برشا نقاط أخرى، فيقول بأنه النجم كيفاش النجم، يقول طرحنا سؤال كيفاش النجم نحافظوا على ديمومة هالمشروع هذايا طوال 7 أو 8 سنين، خاصة وإحنا توا قاعدين نعيشوا في تغيرات سياسية، نظام رئاسي باش يتبدل، الحكومة هذه أكيد بعد الانتخابات التشريعية الأخرى باش تتبدل، بما أنه زاد فما يعني الانتخابات التشريعية قبل موفى 2022. ويقول وجهنا الدعوة لأكثر من 400 مسؤول من الإدارة التونسية باش يساهموا في صياغة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وطلعنا على نقاط قوة الاقتصاد التونسي وفي شنو بالضبط النجم نستمره. ويقول انه عنا طاقة قوة كبيرة اللي هي الشمس، فذاك علاش ما تعتمدش الدولة على الاقتصاد الأخضر في تونس، وهذا باش يكون توجهات الحكومة في الفترة القادمة طبعا تحت يعني خليني أقول أوامر رئيس الجمهورية والتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد.